يعمل نوع من أنواع العنف على لوحة، يعني رسمة على الحيطة متبروزة كده ومش عارفة ايه، والبني آدم ده راحت عاملة عليها بالبخاخ، وبعدين بعد شوية راحت جايبة السكينة وعاملة عليها بالكانفاس، يعني قعدت تقطع في الكانفاس. تمام، البني آدم ده عمل الحكاية دي للوحة دي اللي مكتوب عليها انه ده شخص فلاني الفلاني. الشخص ده يعني رحل سبيله تحت الارض، يعني فاهم ازاي، من سنين عدت مفضلش منه غير الرمز البصري انه هو كان موجود، فاهم ازاي. فوالله اعلم البني ادم ده يعني عمل عنف على صورة ثنائية الأبعاد، فاهم ازاي؟ جماد يعني، فاهم ازاي؟ اعتراضا أو تعبيرا عن غضب أو احتقار، أو يعني بيوجه عنف لرمز ثنائي الأبعاد للأصل، صح؟ تمام، اللي هو كان بني آدم هو الآخر على قيد الحياة ثلاثي الأبعاد. ناو الفكرة إنه العنف للصورة اللي هي اللوحة التشكيلية دي، العنف للجماد اللي هو ثنائي الأبعاد، خلاص، مجرد رمز للمشاعر والأفكار إنه لو لقيتك في الدنيا هعمل فيك كده، عارف؟ لو أطولك أنت كثلاثي الأبعاد كنت هعمل فيك كده. فهي فعل رمزي تماما. عيسى حبيبي، فعل رمزي تماما. وبما انه يعني عارف انه مش حكاية الرسم، يعني هو ده الحاجة الوحيدة اللي بتفهمها، فاهم ازاي؟ فاقول لك عنف موجه للوحة. او ماي جاد، لا خالص. تستهدي كده بالله يا مشمش وتلاقي انه التاريخ الشخص اللي اللوحة بتاعته اتعمل عليها عنف واتبهدلت، فاهمة ازاي؟ تاريخ هذا الشخص تاريخ وأفعال هذا الشخص تثير الغضب والاحتقار. البنوتة اللي عملت كده بتعبر عن مشاعر الغضب والاحتقار لهذا التاريخ وهذا الفعل للشخص، لأنه اللي عمله بيأثر لحد دلوقتي، يعني هو اتعمل من زمان قوي، من بداية القرن اللي هو العشرين، طبعا مش الواحد وعشرين خالص، من بداية القرن العشرين اللي هو اللي يقول لك القرن الماضي.
هاي حبيبتي، thank you. رمضان كريم. فالفيديو ده كل ما بيجي على الشاشة وقاعدين تشوفيه، وبعدين تلاقي نفسك متضايقة انه ازاي يعملوا كده في اللوحة. خالص خالص حبيبتي حبيبتي، hugs and kisses. الريليس لازم يبقى في حالة تعبير عن الغضب، ما دامت هناك مشاعر غضب، فاهم ازاي؟ ما ينفعش تتكبد، فيروح البني ادم يعمل ايه؟ بيعمل لها انه بيطلعها بره كده، فاهم ازاي؟ يعني مش لو عندها حالة غضب بتعمل ايه؟ بتقعد ترسم شوية، بتفضل ماشية في الأرض، تفضل تمشي تمشي تمشي، صح؟ بتقوم تنظف الحتة اللي هي عايشة فيها، بتقوم توضب، بتغير مكان الأشياء، بتتحرك، خلاص؟ يبقى الحركة بتطلع الطاقة